وفاة الأمير الناصر الحفصي من أمراء آل حفص أصحاب إفريقيا الشمالية، وكانت دولته في الجزائر وبسكرة وقسنطينة، بينما كانت تونس وما يليها في يد المستنصر محمد بن الباتق بالله يحيى. رسله أهل تونس على توحيد المملكتين بعد وفاة أحدهما، بحيث أن من عاش من الحاكمين بعد الآخر كان المستقل بالأمر. توفي المستنصر سنة 979 للهجرة بعد أن عهد إلى أخيه أبي بكر بن يحيى، فهاجم خالد أبا بكر وقتله بعد 17 يوما من ولايته. تمت له البيعة في تونس وتلقب بالناصر لدين الله. ساءت سيرته، فثار عليه زكريا بن أحمد اللحياني الحفصي وانتزع منه تونس. خلع خالد نفسه سنة 1700 للهجرة، وكانت ولايته بتونس سنتين و13 يوما.